اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، وفي إطار تنزيل التزامات إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، تنظم رئاسة النيابة العامة هذا اللقاء الهام اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، وذلك في إطار تنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، والذي يعني سجل من بين أهدافه الأساسية مناهضة الزواج المبكر. وتنظم هذا اللقاء بتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أجل تقديم خطة عمل مندمجة تسجل كافة الالتزامات التي تقع على عاتق المتدخلين في موضوع مناهضة الزواج المبكر، والتي انبنت على مخرجات الدراسة التشخيصية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة في الموضوع، والتي سلطت الضوء على واقع الممارسة القضائية من جهة، وعلى يعني الأوضاع الاجتماعية التي تكون سببا للزواج المبكر، وذلك في سعي لتحقيق التقائية فعلية لكافة التدخلات والتي تضمن تحقيق يعني الأهداف المرجوة من هذه الخطة المندمجة. Aujourd'hui, être informé de la feuille de route nationale pour éradiquer le mariage des mineurs, le mariage précoce, donc le mariage d'enfants. Et c'est une feuille de route qui présente des actions portées par plusieurs institutions nationales, ministères sectoriels. Et c'est là l'importance de la question de la transversalité de l'action et de l'union de l'action entre différents départements pour pouvoir justement arriver à cette finalité qui est que plus aucune petite fille ne soit mariée avant l'âge. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.